والحديث أكثر ينضم معنا من جدة مراسل الأخبارية الزميل عبد الله الغامدي. عبد الله، كيف هو سير هذا المؤتمر وبرنامج جدول أعماله؟ شكرا لك زميلي سالم، وحيك وحي مشاهدي الإخبارية في كل مكان. نحن نتواجد هنا بالطبع في عروس البحر الأحمر جدة التي تحتضن هذا المؤتمر الدولي الذي يهتم بالشؤون الصحية للدول الأعضاء من خلال منظمة التعاون الإسلامي. كلنا يعلم أن عدد هذه الدول الأعضاء 57 دولة، إضافة للعديد من المنظمات التي تهتم بالرعاية الصحية. هناك خطة محددة وضعت بدأت من العام 2014 وسيتم التطبيق حتى نهاية العام 2023، تهتم بمراجعة الإجراءات الوقائية خاصة فيما يتعلق بسلامة الأفراد والمجتمعات. ستناقش كل هذه المواضيع من خلال هذا المؤتمر. الحقيقة حول هذا الموضوع معي الدكتور هشام الخشان، وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية، وهو أيضا من يمثل وفد المملكة. أهلا وسهلا، مرحبا فيك معنا دكتور. ودنا تحدث المشاهد الكريم عن هذا المؤتمر الدولي الذي تحظى المملكة العربية السعودية باستضافته. حياك الله، صباح الخير. صباح الخير على المشاهدين جميعا. السعودية اليوم تفخر باستضافة الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة تحت منظمة التعاون الإسلامي. هذا المؤتمر له عدة استراتيجيات وعدة محاور. السعودية اليوم استلمت القيادة بعد دولة تركيا. تم الافتتاح اليوم في الكلمة بسعادة الدكتور هاني وكيل الوزارة، رحب بالضيوف باسم معالي وزير الصحة دكتور توفيق الربيعة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. اليوم السعودية ستقود الاجتماع لمدة الدورة هذه لمدة سنتين متتالية. نعم عبد الله، أعطيك نبذة سريعة عن المحاور اللي نتكلم فيها. المحاور اللي واضعينها في الخطة الاستراتيجية: محور للتطعيمات، محور للأنظمة الصحية، محور للأمراض المزمنة، محور للتحرك عند الأزمات الطبية، محور للأمومة والطفولة. كل دولة مسؤولة عن محور وتابعة. اليوم عبد الله، أنا أعتذر منك ومن ضيفك الكريم لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.